وعوده لاستوديو 27 وبعد ما شفنا مع حضراتكم فقره استوديو الشارع ورجعنا ونتكلم النهارده على اخر فقره موجوده معانا وهو الوعي المائي. ازاي يكون عندنا وعي باهميه الميه وازاي نقدر نرشد استهلاكنا وخاصه ان 80% من نقدر نقول الناتج الخاص بينا من الموارد المائيه بيتم استخدامه في الري، ال 20% الاخرى بيتم استخدامها ما بين استخدام الشخص في المنازل او في الصناعه. خلينا نعرف تفاصيل اكتر من ضيفنا النهارده هو معني بالوعي المائي، هنعرف منه تفاصيل اكتر، نعرف عن مواردنا المائيه، نعرف ازاي نقدر نحسن من استخدامنا للميه وايه اكتر الاشياء اللي بنستخدمها في حياتنا اليوميه بنقدر من خلالها ان احنا بنستهلك مياه بنهدرها اكتر ما احنا بنستفيد بيها. نورنا النهارده دكتور اسامه محمد احمد خبير الموارد المائيه بهيئه البيئه ابو ظبي بالامارات العربيه المتحده واستاذ مساعد مركز القومي لبحوث المياه بمصر. صباح الورد يا فندم. صباح الخير وصباح على كل المصريين. صباح الورد يا فندم، منور بلدك. الله يخليك ليك. صح، حضرتك عملت في هذا المجال اكثر من 25 سنه، ليك اكثر من كتاب، اكثر من موقع الكتروني خاص بالوعي المائي وكلها من مبدا المسؤوليه المجتمعيه. تمام. يعني حضرتك ان اخذت قضيه الوعي المائي دي قضيتك الشخصيه. تمام. طب خلينا نتكلم عن بلدنا ونتكلم في البدايه ايه هي الموارد المائيه الخاصه بينا. موارد مصر المائيه عباره عن ثلاث او اربع موارد. نقول النهر النيل هو المورد الرئيسي ومعروف انه الاساسي بنسبه كام في الميه من الموارد المائيه؟ هو بياخد بيمثل اذا قلنا ان اجمالي ما يستخدمه المصريين 80 مليار حاليا، منهم 55.5 من نهر النيل، وسبعه وتقريبا سبعه او اكثر حاجه بسيطه من المياه الجوفيه، وفي جزء من الامطار حوالي 1.3، وباقي الكميه هي اعاده استخدام للجزء ده، يعني الجزء ده بنستخدمه بنروي بيه، اللي بيطلع منه ثاني بنستخدمه مره ثانيه اللي هو الصرف الصحي الصرف الزراعي، حوالي من 14 ل 18 مليار بنعيد استخدامهم ثاني. ومصر تعتبر من افضل دول افريقيا ومن افضل دول العالم في اعاده استخدام مره ثانيه. يعني اذا كان عندنا الموارد المائيه كلها المتجدده بحوالي 62، فاحنا بنعيد استخدام 18 مره ثانيه. يعني بعد ما نروي بيهم النبات بياخد حاجته وبتبتدي المياه تروح المصارف، نرجع ناخد المياه ثاني دي ونخلطها بميه النيل ونروي بيها ثاني. فده اجمالي الموارد المائيه المصريه. هل في مشاريع قائمه في الوقت الحالي او في مشاريع حاجة بتوصي بيها ان احنا ممكن نستغلها لزياده المياه المعاد استخدامها؟ زياده اللي هو الاستراتيجيه المائيه المصريه اللي هي مكونه من اربعه ت، اللي هي تنميه الموارد والترشيد والتحسين او تحسين الجوده، ده المهم جدا، اللي هو ازاي نعيد استخدام المياه ونكون محسنه، وتهيئه البيئه المناسبه اللي هي بالقوانين وبالوعي المائي. فاحنا الشيء المهم جدا اللي احنا نقدر نعيد استخدام ان المصارف ما تلوثش، ما يرميش فيها ميه الصرف الصحي الغير معالجه، القمامه ما ترميش فيها. فاذا كانت المصارف الجزء اللي احنا نقدر نعيد استخدامه صالح للاستخدام، فبالتالي هتكون الفائده منه كبيره جدا. يعني الاهتمام بالصرف الصحي بالتلوث بالصرف الزراعي في يعني ان يكون مياه الصرف الخاصه بالزراعه او الخاصه الناتج من الصرف الزراعي ده ما نلوثوش بالقمامه او مياه الصرف الصحي لانه بيترمي فيه كتير. طيب ايه التحديات اللي احنا بنواجهها في الوقت الحالي او ممكن نواجهها مستقبليا بالنسبه للموارد المائيه الخاصه بي؟ الموارد المائيه عدم الكفايه بسبب الزياده السكانيه. الزياده السكانيه بتلتهم كل الموارد المائيه وبتحتاج. احنا دلوقتي وصلنا ل 104 مليون تقريبا. احنا احتياجاتنا المائيه رغم ان احنا عندنا 80 بس بتزيد عن 114 115 مليار. الجزء ال 30 او ال 35 التانيين دول بنستورد بيهم قمح، يعني القمح وكل السلع دي هي لو احنا زرعناها في مصر المفروض هنحتاج 35 مليار تاني. فال 35 مليار دي بنستوردهم. يعني مستورد المنتجات اللي اتروت بال 35 مليار. طيب خلينا نتكلم عن حاجه فيه اكتر، يعني كان لينا الاستضافه مع معالي الوزير وزير الري والموارد المائيه واتكلمنا اكتر عن الحقيقه خطه الوزاره وخطه الدوله لتحقيق الامن المائي، وهو ده امن قومي، دي خطوه أكيد مهمه جدا أكيد للوطن. في بعض النصائح اللي حضرتك بتحاول مثلا انك توصي بيها خلال كتبك او المواقع الالكترونيه الخاصه بيك ان احنا نبتدي نستخدمها فنوفر في استهلاكنا او نستهلك المياه بشكل سليم مش بشكل فيه اسراف؟ الشيء الاساسي اللي احنا الزراعه بتستهلك 80 مليار. نطور الزراعه ونطور طرق الري. التطوير الزراعه مهم جدا لان احنا نحافظ على الموارد المائيه، والانتاج ممكن يتضاعف ثلاث اربع مرات بنفس كميه الميه الحاليه لو تم تطوير الزراعه المصريه.
وفي تجارب بدات تطوير الري، الوزاره قامت بتجربه في الفيوم تجميع الزمامات، وبالتالي استخدموا ميه اقل وكبروا الزمام نفسه زاد، لان المراوي والترع والحاجات الصغيره والمسائي اتلغت، وعملوا زي شركه كده والانتاجيه زادت اكتر. فده نموذج ممكن يتطبق على كل البلد. طب وهل ده محتاج تدخل الدوله، ولا ممكن مثلا بتوعيه المزارع ان هو يبتدي؟ اصل هو برضو مزارع مستفيد، المايه اللي هيستخدمها هتكون بكميه اقل فهتوفر عليه وهيكون هو المستفيد ايضا يعني، فالمنفعه على الطرفين. فهل ده المفروض يكون في حملات توعيه، ولا المفروض يكون من الوزاره انها تجبر المزارع ان هو يستخدم النظام ده؟ يطبق ازاي؟ بالنسبه للجزء الوعي، الوعي ده شيء مهم جدا، مش ان انا ارشد بس الاستهلاك. المفروض الوعي التكنولوجي، الوعي بالتكنولوجيا ده مهم جدا للمستخدم النهائي للميه، اذا كان فلاح او مستثمر او زارع ايا كان صفته، او شركه، المفروض يكون عندها بس مش وعي الترشيد، وعي التكنولوجي، وعي التكنولوجيات الموفره للميه، وعي السلالات الزراعيه، وعي بكل ما يحيط بالاستهلاك الميه من بحيث يؤدي الى التوفير. ده الوعي المهم. لان الوعي الثاني، الوعي في البيوت مهم جدا، ولكن بنسبه صغيره، لان البيوت حوالي 16-17% من اجمالي الموارد المائيه المصريه او المستخدم الموارد المائيه المصريه، لكن الزراعه 80. فالوعي مهم جدا للمستخدم النهائي لمياه الري. وعي بالتكنولوجي، وعي بالتوفير والترشيد وطرق الري الجديده، لازم يكون الوعي مخصص او موجه للمستخدم النهائي. احدث نظم ري تم استخدامها في الوقت الحالي وحاجه توصي بيها الفتره اللي جايه هي انهي نظام؟ هو طرق الري كتيره جدا، في ري بالتنقيط وفي ري بالرش. متهيألي ده اللي حصل في الفيوم، واللي كان بالتعاون مع وزاره الري وببعض البنوك، ان تم عمل مشروع ويتم بالظبط، هي نفس التجربه دي، وكان بالتنقيط، بالرش وبالتنقيط، بالرش والتنقيط بالظبط بالظبط بالظبط. ده نوعين، وفي زراعات المائيه وفي زراعات الهوائيه. وفرت ايه يا فندم النظام ده؟ النظام ده على حسب نفسه، لكن كل معروف ان الري بالرش والري بالتنقيط تقريبا بيوفر 30% ويزيد عن 30% من الميه. من الميه. طب ده هايل، ده هايل. وهو اتطبق بس في الفيوم، ما اتطبقش في التجربه أمريكا. هي التجربه اساسا لتوحيد الزمامات، لان مشكله الزراعه في مصر ان الزمامات متفتته. يعني مثلا الميراث وكل واحد يورث اقل، فبتطلع القطع صغيره جدا. القطع بيحتاج مروه، بيحتاج طريق، وبيحتاج جزء، فتلاقي في نسبه هدر كبيره في الارض، حوالي 15%. فالتجربه كانت تجميع زمام كشركه واحده، ككميه ارض واحده، وبالتالي وفر كل الهدر من الارض، وطبق نظام ري واحد، وبالتالي يقدر يسوق حتى المنتجات كشركه ومباشره للمستهلك، بدون ما تمر على الـ يعني نقول التجار الوسطيين. هل في خطه بعد الفيوم هيتم تطبيقها في محافظات اخرى، في اماكن اخرى؟ ده منهج الوزاره دلوقتي في تطوير الري. تطوير الري منهج الوزاره، تجميع الزمامات، وان بس تجارب، يعني لازم يكون في برضه مشاركه مجتمعيه. يجي مجموعه من الناس عندهم وعي انهم ممكن يزودوا دخلهم، انهم يعملوا بيئه احسن للزراعه وتوفير الميه، وبالتالي بتقدمه للوزاره بعدد الافدنه، والوزاره بتساعدهم. هل فعلا الفكره ناجحه ان حضرتك ان يكون في تدخل من الحكومه، ان نوصي بزراعه بعض المحاصيل ومحاصيل اخرى هنبتدي ما نشتريهاش من المزارع، او نبتدي ما نشتريهاش بسعر عالي عشان المزارع ما ينتجهاش، عشان هذه المحاصيل بتم استهلاك المياه بشكل عالي زي الرز مثلا؟ هو الرز ده في كل الخطط القديمه وكل الاستراتيجيه القديمه كان في توصيه بايقاف زراعه الرز بالكميات الكبيره دي، الكميات المخالفه. وأول عهد ده إن اتطبق تحديد مساحة الأرز، وده مهم جدا علشان توفير كمية المية للزمامات التانية والمحاصيل الأخرى. بيستهلك كتير الرز في الرز الصحة. مستهلك كتير. ده بالغمر، الرز كله بيروى بالغمر. طيب لو خلينا نتكلم حاجه، انك كان ليك اكتر من كتاب واكتر من 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 مقال عن النظم الوعي المائي، ما تيجي نلخصهم كده للساده المشاهدين حضرتك، وتقول لنا ايه اهم النقاط اللي حضرتك اهتميت بيها على مدار مقالاتك وكتبك؟ هو انا عملت كتب، الكتب الاولى كتابين الاول كانوا موجهين للمتخصصين بصفه اكتر، يعني كان المتخصص يقراهم، ولكن الكتاب الاخير انا حاولت بيه اخاطب يعني اقل نقول وعيا، او اللي هم الدايره الاخيره خالص في استخدام الميه، وعملته على صيغه سؤال وجواب، وهو متاح عندي على الفيسبوك مجانا، يقدر اي حد يحمله. هو باسئله بسيطه جدا واجابه مختصره وقويه عن كل الموارد المائيه المصريه والاستخدامات والزراعه وطرق الري. بتستهدف مين يا فندم وحضرتك بتكتب الكتاب؟ يعني بستهدف كل غير المتخصص. كل غير المتخصص.
طب هل الكتاب ده حضرتك شايف دي كانت افضل وسيله لحضرتك ان انت تتواصل بيها مع المسؤول او المعني او المهتم بنظام التوعيه المائيه، ولا كان ممكن نعمل حمله على السوشيال ميديا او حمله على التلفزيون بتعاون مع وزاره الري، ولا ايه؟ ليه ما طورتش حاجه اكتر من فكره ده الكتاب؟ انا شفت كدوري كمشاركه مجتمعيه ليا مش كشخص. لكن الوزاره قايمه عندها حملات توعيه في كل المجالات، في المساجد، في القرى، عندها اداره كامله او قطاع كامل للتوعيه المائيه ونشر الوعي المائي، وبيقوموا باحداث كتيره جدا. ولكن ده دوري كشخص. طب الوعي المائي بالنسبه لحضرتك، انت حضرتك بتعمل في الامارات في الوقت الحالي وبرضه حضرتك بتعمل في مصر، الوعي المائي في مصر هل هو على نفس المستوى اللي بيحصل في الامارات؟ خصوصا الامارات هي ما تعتبرش عندها موارد مائيه بالفعل. احنا عندنا يعني الحمد لله عندنا موارد، عندنا نهر النيل ربنا يبارك فيه، يعني ده اهم شريان حياه في بلدنا. هل الوعي المائي عندنا في مصر مش على نفس المستوى؟ الوعي المفروض يوصل للمستخدم النهائي. في الامارات الوعي وصل للمستخدم النهائي، ورغم كده برضو الى حد ما بيستخدمه وشغالين. الزراعه المزارع عارف، لكن هم شغالين برضو على زياده الوعي، لان ملوش حدود التوفير. والتقنيات ملهاش حدود في التوفير. ولكن في مصر في مشكله في الوعي المائي للمستخدم النهائي. وده اللي احنا شغالين عليه دلوقتي. ايه هو الفقر المائي؟ الفقر المائي ان انت ما يكونش يكون عندك مستوى نصيب الفرد من المياه المتجدده اللي بتجيله اقل من 1000 بيبدا الفقر المائي. طب مستوى الفرد في مصر قد ايه؟ حاليا 600 متر تقريبا. 600 متر. ده ندره مائيه. طب حضرتك كان عندك كتاب اسمه البصمه المائيه. تمام. ممكن حضرتك تكلمنا عنه وقصدك ايه بالبصمه المائيه؟ البصمه المائيه ان لكل منتج بصمته المائيه، يعني اذا قلنا مثلا القمح عشان تنتج طن من القمح بتستهلك 2000 تقريبا 2000 طن من الميه، فده بصمته المائيه. ممكن البصمه المائيه للشخص، لو جمعنا اجمالي ما ياكله الشخص وشفنا الميه اللي بتصرف عشان انتاج هذه الماكولات فيكون ده البصمه المائيه للشخص نفسه. والبصمه المائيه للشخص المصري تقريبا 1341 متر مكعب في السنه، يعني كل شخص مصري بيستهلك 1341 متر، ما بين مش هو بس بيستخدموش في البيت، ده هو ده المياه اللي انتجت القمح والارز واللحوم اللي بيستهلكها. هل حضرتك مع فكره ان يكون في حملات يتم تغيير ثقافه المواطن بحيث هذه الحمله تصب في مصلحه الوعي المائي؟ يعني مثلا لو هو مثلا المواطن في الوقت الحالي متعود ان ياكل رز، نغير ثقافته ان انت ممكن يستعيد عن الرز بمنتجات اخرى، بيحب ياكل العيش، احنا شعب العيش هو رقم واحد في اكله، نغير ثقافته نوديه لاكله تانية تحقق الوعي المائي والامن المائي. هي دي واضحه جدا في الانسان النباتي. تقريبا متوسطه 1400 بيستهلك 1300 لتر في اليوم. الشخص اللي بياكل لحوم تقريبا 4000. او بصمته المائيه في السنويه 4000 متر مكعب، الثاني 1341 او اقل من 1000. طب خلينا نروح لمعالجه المياه. يمكن في يعني في قرى الحقيقه فندقيه كتيره وفي مناطق اللي في البحر الاحمر الحقيقه بيتم معالجه المياه ويتم استخدامها بتحليه المياه لو المصطلح صحيح. يعني ايوه. فهل الفكره دي ناجحه؟ وهل الفكره دي ممكن تعمم؟ والفكره دي ممكن تستخدم مثلا في القرى الساحليه، القرى السياحيه، ولا وممكن تستخدم جوه القاهره والمدن والمحافظات الكبرى؟ دي ضروريه جدا في القرى الساحليه اللي بتحلي المياه وبتستخدمها وبترجع تعمل اعاده استخدام ثاني للمياه، بيسموها المياه الرماديه في رأي الحدائق واللاندسكيب عندها. ودي مهمة جدا 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 في ان يحصل ريوز في كل القرى السياحية. وطبعا هنا بيحصل ريوز على مستوى الدولة، لان كل مية الري بيعاد استخدامها تاني عن طريق مية الصرف الزراعي. بالنسبة للمدن الساحلية وتحلية مياه البحار، التجربة دي مكلفة يا فندم؟ اكيد التحلية مكلفة، وبالتالي الميزة النسبية لها انها تكون كلها في القرى الساحلية وفي المدن الساحلية. وهي بتكون صالحة للاستخدام بس مش صالحة للشرب؟ لا، هي صالحة للشرب. تصلح للشرب. تصلح للشرب. بتكلف قد ايه يا فندم؟ هو حاليا محسوب في مصر تقريبا تكلفة انتاج متر واحد من مية التحلية البنية الاساسية 1000 دولار. ولكن البنية او التشغيل تقريبا 1 دولار. عشان تنتج متر. كتشغيل. ايه اهم المشاريع اللي حضرتك شايف ان احنا المفروض نشتغل عليها الفتره اللي جايه بالنسبه لتحقيق الامن المائي للبلد؟ مشروعين تقريبا. اول حاجه استكمال منظومه الصرف الصحي على مستوى الجمهوريه، واستكمال منظومه جمع القمامه والمخلفات الصلبه، لان دول مهمين جدا 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 عشان يوفروا الميه بجوده مناسبه للري، عشان يكون الميه صالحه انها يتم اعاده تدويرها.
بالظبط. هل بالنسبه للفتره اللي فاتت وهي تنميه الصعيد والاهتمام بالصعيد وده هدف الدوله ويعني الهدف الرئيسي لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، هل نظم الميه هناك والصرف الصحي محتاجه تطوير الفتره اللي جايه؟ الصرف الصحي محتاج تطوير على مستوى مصر في القرى، في الكرة على مستوى كل مصر. وفي شغالين كويس دلوقتي، بقى في ابتدت قرى كتير تشتغل، وفي مستهدف قرى اكتر بتشتغل السنه دي والسنه الجايه وكده. ولكن لازم المنظومه دي تكمل عشان ميه النيل. طيب لو هنيجي نتكلم على الجامعات الاهليه، ليها دور في الوعي المائي ولا ملهاش دور؟ للاسف لدلوقتي ما فيش ولا جمعيه وعي مائي في مصر جمعيه خيريه، رغم ان الوعي المائي مهم والتلوث المائي مهم ومحاربته، وجمع القمامه مهمه جدا عشان نحافظ على صحه المواطنين. بيتبرعوا كتير للسرطان وبيتبرعوا كتير للامراض، ولكن المسبب او احد المسببات الرئيسيه التلوث. فاذا حاربناه يبقى كنا بنحارب بالظبط الوقايه، بنعمل وقايه في اكتر من برامج توعويه تبع اليو ان الايو اليو اس ايد كانت معنيه بالوعي المائي او اهتمت ان يكون في وعي مائي في المنطقه، حققت نجاح ولا حضرتك شايف ايه؟ والله انا بصراحه ما شاركتش في ولا حمله من حملاتهم، بس اكيد حضرتك شفتها في اكيد طبيعه شغلك. هو القصه برضو انا لسه بقول مخاطبه المهتمين غير مخاطبه المستخدمين النهائيين. فكل معظم الحملات بتخاطب المهتمين لكن المستخدم النهائي لسه شويه. طب حضرتك بتعمل مع الوزاره في الوقت الحالي، هل في خطه لحمله توعويه هتكون في التلفزيون سوشيال ميديا؟ الوزاره عندها فكره كويس ان في وعي مستدام، الحملات بتخلص لكن الوعي المستدام هو المهم. ازاي ندخل تعليم المياه في المدارس؟ ازاي يكون في ثقافه مائيه؟ وبيجي الدور الاعلام المائي بعد كده. طب بالنسبه لحضرتك لتوعيه والتوعيه المائيه الخاصه بالمصانع، هل حد معني بيها؟ هل تم العمل عليها؟ هل في برامج محدده ليها؟ اكيد في متابعه وتفتيش من وزاره البيئه على المصانع اللي بترمي ميه في النيل وكده. من منطلق التلوث بس، بالنسبه لاستخدام المياه في حد ذاتها، الاستخدام دلوقتي اذا اتمنع ان انت ترمي ميه في النيل لازم تدور على تكنولوجيا تعيد استخدام المياه داخل يكون في ترشيد في الاستهلاك. اكيد تدور على تكنولوجيا ان انت تعالج المياه وتعيد استخدامها داخلي، او تعالجها بانها صوره تسمح ان انت تحطها في مجرى ماء. في اكثر من مشروع الحقيقه بيتم العمل عليه وتم تنفيذه على ضفاف النيل، هل ده بيصب في مصلحه الوعي المائي ومصلحه زياده نصيب الفرد من المياه؟ الجزء بتاع النيل وما يكونش فيه مصادر لتلوثه وان يتهذب او يتعمل مسارات، ده استمتاع اصلا بالنيل، النيل مهم جدا ان انا استمتع بيه. الجزء الثاني المهم ان ما فيش بتبقى مصادر تلوث على طول، اذا كل كورنيش النيل او كل الشواطئ المجاري المائيه نظيفه طبعا مش هيبقى فيها تلوث. تمام، مشكورك جدا دكتور اسامه محمد احمد خبير موارد المائيه بهيئه البيئه ابو ظبي بالامارات العربيه المتحده، واستاذ مساعد بالمركز القومي لبحوث المياه بمصر، مشكورك جدا. الف شكر، نورتنا. اعزائي المشاهدين كده تكون انتهت حلقتنا النهارده من صباح الخير، يا رب تكونوا استمتعتوا بيها، نتقابل بكره باذن الله وحلقه جديده، وصباح الخير، جمعه مباركه عليكم جميعا، نتقابل باذن الله على خير بكره، مع الف سلامه.